يا اهلا وسهلا معاكم عزيز باشا، وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن اربعة فرص او اربعة مشاريع تقدر تدخل فيها فلوس عن طريق الانترنت وبالذات عن طريق موقع امازون. هذه المشاريع تنقسم اقسام، كل مشروع له اسم خاص فيه. المشروع الاول اللي هو امازون افلييت بروجرام. هذا البرنامج او هذا الفكرة والمشروع عبارة عن، لو نقول بالعربي، التسويق بالعمولة. كيف يعني التسويق بالعمولة؟ التسويق بالعمولة يعني انك يكون عندك موقع على الانترنت، وفي هذا الموقع انت قاعد تكتب معلومات عن الكاميرا، وانت قاعد تكتب المعلومات قاعد تشارك الناس مع تفاصيل ومميزات هذه الكاميرا، دقة التصوير، الخدمات الاخرى، الصوت فيها الى اخره. بعدين في الاخير تحط رابط حق موقع امازون وتقول اشتروا هذا المنتج، تلاقونه متوفر في امازون. فإذا جاء أحد وضغط على هذا الرابط وراح موقع أمازون واشترى، راح يجي لك عمولة إنك سوقت لموقع أمازون. هذا هو باختصار أمازون أفلييت بروجرام. والجميل في هذا البرنامج إنه مو بس الأشياء اللي جاية عن طريقك أنت هي اللي تاخذ عليها عمولة. لو مثلا واحد شاف المدونة اللي أنت كاتبها عن الكاميرات والمواصفات اللي فيها وضغط على الرابط واشترى الكاميرا اللي انت مرشحها وتشوف انها ممتازة، واشترى معاها اشياء ثانية في نفس الوقت، كذا انت راح تاخذ عمولة الكاميرا هذه وراح تاخذ عمولة الاشياء الثانية كمان. ثاني حاجة عندنا اللي هو امازون FBA. امازون FBA هذا تقريبا اكبر بزنس حاليا في موقع امازون، والناس طايحين فيه بالدين ومرجولهم، خصوصا هنا في امريكا. جميل يعني تفك اليوتيوب تكتب امازون FBA تلاقي معلومات كثير جدا جدا عن هذا البزنس. ايش سالفة امازون FBA؟ امازون FBA بكل اختصار انك تبيع منتجاتك انت عن طريق موقع امازون، ولكن تخلي امازون هم اللي تكفلون بالتواصل مع العملاء وشحن هذه المنتجات. كيف هذا الشيء يصير؟ خليني اوريكم بس نموذج على الشيء اللي اقصده. هذا المنتج احد منتجاتي اللي انا بيعه على امازون. اللي انا اسويه من عندي ان انا اجيب المنتج وارسله لمستودعات امازون. امازون في عندهم يعطوني هذا الكود، لو تشوفونه هذا الكود حق المنتج. اول ما يوصلهم المنتج هذا في المستودعات حقتهم يشيكون على الكود ويضمونه تحت قائمة المنتجات الخاصة فيني. بعد ما يضيفونه تحت قائمة المنتجات الخاصة فيني، انا يصير اقدر ابيع هذا المنتج عن طريق امازون. دوري انا ايش راح يكون؟ راح اخذ المنتج هذا واسوق له في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، في اي مكان بين اصحابي، انه شوف المنتج حقي في امازون، روحوا اشتروا، او اسوق له بطريقه ثانيه عن طريق الانفلونسر او المشاهير السوشيال ميديا، اعطيهم المنتج يجربونه ويروحون بعدين الناس يشوفون يعني الريفيو حقهم او اي شيء، ويدخلون على امازون يبحثون عنه ويشترون هذا المنتج. اول ما يدخل احد موقع امازون يشتري هذا المنتج، امازون ايش راح تسوي؟ راح تاخذ الطلب وتروح في المستودعات في القسم حق اللي حاطين بضاعتي فيه، ياخذون المنتج ويرسلونه. وانا ما ادري عن هذا اي شيء، يعني ما يجيني اسمع ترى في احد اشترى روح اشحن، لا، انا خلاص انا كل تركيزي يكون على اني اسوق للمنتج، وامازون تتكفل ببيع المنتج وشحنه للعميل، وبعدين هم يحولوا لي فلوس على حسابي في البنك. طبعا اذا حابين تعرفون اي معلومات اكثر عن المشاريع اللي انا قاعد اتكلم فيها الان، اكتبوا لي في التعليقات ايش المشروع اللي تبغون فيه تفاصيل اكثر علشان اشرحه في الفيديو القادم ان شاء الله. ثالث حاجة عندنا اللي هو ميرش باي امازون. ميرش باي امازون هذه شركة جديدة من شركات امازون تم افتتاحها خلال سنتين او سنة ونص بالكثير. ايش فكرة الشركة هذه؟ فكرة الشركة هذه انك تصمم تيشرتات وترفع التصميم، بس ترفع التصميم على امازون وتختار ايش الالوان اللي تبغى تبيع فيها التيشيرت هذا. بعدين امازون ايش راح تسوي؟ كل ما جاء طلب لوحدة من التيشيرتات هذه، تاخذ الديزاين حقك تطبعه على التيشيرت وتشحنه للعميل ويرسلوا لك رويالتي. الرويالتي اللي هي يعني عمولة على التصميم حقك اللي انت صممته. بعطيكم مثال، هذا احد التصاميم اللي انا سويتها ورفعتها على ميرش باي امازون. طبعا اللي رفعته التصميم هذا بس، ما يعني ما ارسل لهم تيشيرت ولا ارسل لهم خامات ولا شيء، بس انا ارسل لهم التصميم هذا. بعدين بعد ما ارفع لهم انا التصميم هذا، يكون دوري اني ابدا اسوق للمنتج هذا، يعني ابدا اسوق له زي ما قلنا اول نفس نظام FBA. بس الفرق بين ميرش باي امازون وبين FBA، ميرش باي امازون انك ترفع التصميم بس،
مالك دخل في البضاعه، مالك دخل في كميه التيشيرتات اللي متوفره في امازون، مالك دخل في المقاسات، مالك دخل في اي شيء. كل اللي عليك سوي انك ترفع التصميم وتختار الوان التيشيرتات اللي حاب انها تكون في القائمه حقه المنتج هذا اللي انت تبغى تبيعه. FBA هذا شيء ثاني. FBA انت تطلب منتجات وترسلها لامازون، وانت اللي تتحكم في الانفنتوري، ما ادري ايش بالعربي، المخزون حق البضاعه ممكن نقول. رابع طريقه تقدر تدخل فيها فلوس عن طريق موقع امازون هي عن طريق امازون ببلشنج. امازون ببلشنج عباره عن شركه تحتها ثلاث شركات، واحده منهم انك تكتب كتاب الكتروني وتبيعه عن طريق موقع امازون ككتاب الكتروني، ويقدرون الناس يشوفونه في كيندل. اللي ما اعرف شو هو كيندل بوريكم مثال. هذا كيندل ميزته انه فيه واي فاي، وادخل على موقع امازون اشوف اي كتاب الكتروني وانزله على هذا الشيء، فيصير في اي مكان انا اروح اقدر اقرا الكترونيا بسهوله. وبطاريته، يعني من ميزه كيندل انه بطاريته تدوم فترات طويله جدا، من ضمنها اسبوع اسبوعين او اكثر. طيب كتابه الكتب لها تفاصيل واشياء كثير ما نقدر نتعمق فيها في هذا الفيديو، ولكن زي ما قلت لكم اذا حابين تعرفون معلومات اكثر عن اي مشروع اكتبوا لي في الكومنتات، يصير الفيديو القادم اتكلم عن هذا المشروع بتفصيل اكثر. الشركه الثانيه هي كتب مطبوعه، يعني تقدر انت تكتب كتاب وترفعه على موقع امازون، بعدين اي احد يطلب هذا الكتاب امازون يطبعون الكتاب هذا ويرسلونه، نفس نظام التيشيرتات بس بفكره ثانيه. الشركه الثالثه هي كتب صوتيه، اي كتاب انت مثلا تكتبه ممكن تتعاون مع الشركه يحولون الكتاب هذا الى كتاب صوتي، وبرضه تقدر تبيعه عن طريق موقع امازون. وامازون عندهم برنامج اسمه اوديبل، خليني اوريكم مثال هذا البرنامج. البرنامج هذا موجود عندي في الجوال، كل ما رحت مثلا مشوار بيطول اكثر من 10 دقائق احاول اشغل واسمع في السياره، يصير استفيد من وقتي واستغله في شيء في مصلحتي. طبعا هذا الكتاب بوريكم البرنامج اول ما تدخلون عليه، هذا هو. هم هذا مثال للكتب الصوتية يعني. August 13th, 2008. He crawled out of bed in the Olympic Village in Beijing. فأقعد أسمع الكتاب هذا وأنا رايح مشواري أو أنا راجع من مشواري وكذا أستفيد من وقتي. فزي ما قلت لكم موجود كمان إنك تقدر تبيع كتب صوتية عن طريق أمازون. هذه بكل اختصار أحد أهم المشاريع اللي يقدر الواحد يدخل فيها فلوس عن طريق أمازون، وأنا شخصياً جربت فيهم أمازون ببلشنج وكسبت من وراء فلوس، بعدين أوريكم تفاصيل أكثر عنه. وجربت أمازون FBA وخسرت فيه لأني ما كنت عارف الموضوع يعني بالضبط، ولكن الآن برجع بجرب مرة ثانية بإذن الله، لأنه في عندي بضاعة من المرة السابقة متراكمة عندي الحين، فبستغل الآن عندي البلاك فرايداي والإجازات اللي صايرة في أمريكا وحاول أتخلص منها حتى لو بخسارة، بس أهم شيء أنا ما تقعد عندي في البيت فترة أطول. والشيء الثالث اللي أنا مجربه وأكثر شيء أنا كسبت منه فلوس حالياً اللي هو ميرتش باي أمازون، اللي هي أنك تبيع تصاميم تيشيرتات عن طريق موقع أمازون. طبعاً في مكاسب كثير، ولكن اللي لاحظته أنا أنك ما تقدر تعتمد عليه مرة كثير، لأنه مشكلة بيع التيشيرتات في أمازون أنه هنا في أمريكا كل ما صار إيفنت مثلاً ترامب ترشح أو شيء زي كذا يجون الناس وصمموا له التيشيرتات، فيكون في عليها طلب، بعد شهرين ثلاثة تموت المبيعات في هذا الإيفنت. مثلاً الإيفنت السابق اللي أنا كسبت فيه يعني فلوس الحمد لله كانت كثيرة، كسوف الشمس في أمريكا. يوم صار كسوف الشمس صممت تيشيرتات وعرضتها على أمازون وجاني فيها مبيعات كويسة، ولكن الآن طاحت المبيعات هذه كلها، يعني طاحت تقريبا نسبة 90%. فالواحد ما يقدر يعتمد عليه إلا إذا كان يجدد باستمرار ومستمر، يعني يحط فيه وقت أكثر، وغالبا يعني يحتاج إنك تشتغل على هذا المشروع مدة سنة كاملة إلين تبدأ تضمن لك دخل شهري حوالي 3000 دولار يجيك من هذا المشروع بشكل سلبي أو بشكل ما يحتاج إنك تبذل جهد كبير عليه. هذا كان يعني فيديو اليوم، حاولت اني اختصر قد ما اقدر. قولوا لي ايش رايكم، ايش عجبكم من هذه المشاريع، ايش ما عجبكم، ايش حابين تعرفون عنه معلومات اكثر. شاركوا الفيديو هذا مع اي شخص تحسون انه بيكون مهتم في مشاريع الانترنت او كيف يدخل فلوس عن طريق الانترنت، ونشوف رايكم في التعليقات ونشوفكم في الفيديو القادم باذن الله، ومع السلامه.